بسم الله الرحمن الرحيم. سمير عبد الحميد نوح، أستاذ بجامعة دوشيشة ونائب مدير مركز سيسمور، مركز دراسات الأديان التوحيدية. أتحدث إليكم الآن من قاعة الاجتماعات في مركز دراسات الأديان التوحيدية سيسمور. أود أن ألقي بنظرة على مركز سيسمور وعلى نشاطاته. هذا المركز الذي تأسس عام 2003 ويهتم بدراسات الأديان التوحيدية، أو كما قال مدير المركز البروفيسور كوهارا، إن مركز دراسات الأديان التوحيدية سيسمور يختلف عن مراكز البحوث الأخرى في العالم، لأنه يركز على التعمق في البحوث المتعددة المواضيع المتعلقة بالأديان التوحيدية الثلاثة، ولأنه يحتل موقعا فريدا كمركز بحثي وتعليمي في اليابان، البلد الذي يخلو من الحساسيات التاريخية والثقافية فيما يخص هذه الدراسات. لذا يمكننا في اليابان أن نقدم وجهة نظر كلية وموضوعية. هذه كانت عبارة من الكلمة التي تحدث بها أو أثبتت في موقع سيسمور، كلمة مدير المركز البروفيسور كوهارا. يعتمد مركز دراسات الأديان التوحيدية على شبكة من الباحثين المتخصصين في الأديان الثلاث، وهذه الشبكة تقوم على أساس مجموعة من الأساتذة من الجامعات اليابانية، باحثون أساسيون وباحثون متعاونون أيضا. عمل المركز يقوم على عدة مشروعات بحثية تتم من خلال عقد ندوات، وأيضا من خلال عقد محاضرات عامة تتبعها جلسات مغلقة للباحثين. هذه الندوات يتم فيما بعد إصدار سجل علمي بهذه الندوات. مطبعات المركز تطبع بلغات ثلاث: اللغة العربية واللغة اليابانية واللغة الإنجليزية. على سبيل المثال، هذا السجل العلمي لندوة سيسمور الدولية عام 2007 باللغة العربية، وقد صدرت أيضا باللغات الثلاث. ويمكن طلب هذه السجلات العلمية من المركز، أو حتى يمكن قراءتها على موقع الإنترنت. أيضا يقوم المركز بإصدار مجلة مركز الدراسات المتعددة المواضيع للأديان التوحيدية، ويطلق عليها جسمر، وهي تصدر باللغات الثلاث. ابتداء من العام قبل الماضي، وبعد عقد اتفاقية بين سيسمور وبين مركز الدراسات الشرقية في جامعة القاهرة، فكرنا في أن يصدر عدد كامل باللغة العربية بالاشتراك مع مركز الدراسات الشرقية. هذه المجلة دراسات يابانية وشرقية صدر منها حتى الآن العدد الأول والعدد الثاني والعدد الثالث والعدد الرابع أيضا صدر، ونجهز الآن للعدد الخامس. هذه المجلة بالطبع تصدر باللغة العربية كاملة. بالإضافة إلى هذه الإصدارات، هناك صوت سيسمور، وهذا يصدر باللغة اليابانية فقط. مركز دراسات الأديان التوحيدية يركز أيضا على إقامة علاقات قوية مع بلدان الشرق الأوسط وبخاصة البلدان العربية. بالنسبة لمصر، مركز دراسات الأديان التوحيدية له اتفاقية مع جامعة القاهرة، مركز دراسات الشرقية، وجامعة دوشيشة أساسا بينها وبين جامعة الإسكندرية اتفاقية علمية نحاول تفعيلها الآن. المركز يقوم أيضا بدعوة عدد من المتخصصين العرب لإلقاء محاضرات عامة. دعونا سفير المملكة العربية السعودية الأستاذ فيصل بن تراد، فألقى محاضرة عن جهود المملكة العربية والسلام في الشرق الأوسط. ومؤخرا أيضا دعونا سفير مصر
الأستاذ الدكتور وليد عبد الناصر ليلقي محاضرة عن الدين في مصر، وذلك مواكبة للأحداث التي تدور حاليا في الشرق الأوسط. لا يكتفي سيسمور بإقامة ندوات داخل اليابان فقط، ولكن نحن نتابع أيضا النشاطات العلمية والنشاطات البحثية خارج اليابان. على سبيل المثال، شارك سيسمور في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز في مدريد، وشارك سيسمور أيضا في الندوة التي عقدت أيضا في جنيف، ومؤخرا في تايوان شارك سيسمور في الندوة التي عقدت بإشراف رابطة العالم الإسلامي. وهناك ندوات أخرى يشارك فيها سيسمور، مثل ندوة مهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية وندوة الفقه في عمان. هذه الندوات كلها الهدف منها أو الهدف من المشاركة في هذه الندوات هو دعم العلاقة بين مركز دراسات الأديان التوحيدية سيسمور في جامعة دوشيشة ومراكز البحوث أيضا في العالم العربي. نحن نحاول أيضا بشكل أو آخر أن ندعم الطلاب، طلاب جامعة دوشيشة، ونحاول أن ندعو الأساتذة من مختلف البلدان العربية، ونقيم ندوات مشتركة. على سبيل المثال، أقمنا ندوة مشتركة مع جامعة الإمام محمد بن سعود منذ سنتين، كانت الندوة الأولى، وكان الهدف منها دراسة جهود المسلمين في الحوار. نتج عن هذه الندوة الحقيقة صدور مرسوم ملكي هذا العام بإقامة ندوة مشتركة بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة دوشيشة ممثلة في مركز دراسات الأديان التوحيدية. هذه الندوة التي صدرت بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين ستقام في شهر أكتوبر في يوم 8 و9 في مدينة كيوتو، في مدينة طوكيو العاصمة. نحن أيضا نفعل جهود البحث مع المؤسسات ومع مراكز الدراسات الأخرى في العالم العربي الإسلامي، ونتمنى أيضا أن نجد ردود فعل إيجابية من جامعات العالم العربي وجامعات أيضا العالم الإسلامي ومن مراكز البحوث والأساتذة في بلدان العالم العربي. مرة أخرى أود أن أشكر جميع من يسهمون في دعم بحوث مركز سيسمور، وأود أن أشكر بصفة خاصة مركز دراسات الشرقية في جامعة القاهرة الذي يشاركنا إصدار هذه المجلة، كما أتوجه بالشكر نيابة عن مركز سيسمور ونيابة عن جامعة دوشيشة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على المرسوم الملكي الذي حقق لنا الهدف من إقامة الندوة المشتركة بين سيسمور وبين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وشكرا جزيلا سمير عبد الحميد نوح، نائب مدير مركز سيسمور جامعة دوشيشة كيوتو.